الآن انظر إلى العلاقة بين العبد والرب. العبد مهما فعل سيظل إيش؟ سيظل عبدا. مهما قدم، مهما أدى، مهما أعطى، مهما فعل سيظل لله عبدا. يعني هناك حدود لا يتجاوزها، والرب هو الرب جل جلاله سبحانه تعاظم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، واحد، إنه عمل غير صالح، اثنين، فلا تسألني ما ليس لك به علم، ثلاثة، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. هذا خطاب الرب، خطاب العظيم جل جلاله لعبده مؤدبا ومربيا. ماذا قال نوح عليه السلام؟ قال ربي كيف أنا 1000 سنة إلا 50 عاما أدعو إليك؟ قال هكذا؟ قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي يا ربي، إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. كل 1000 سنة إلا 50 عاما تركها وراءه ظهرية، تركها ما له علاقة بها. يا ربي نجاتي الوحيدة أن تغفر لي أنت وترحمني، أن تغفر لي وترحمني. ما قضية قدمت وفعلت وأديت ودعوت وكذا، شوف العلاقة، هكذا يكون العبد. هناك أحد مدرسي القرآن الكريم في دولة من الدول خرج أمة من الحفظة وغرته نفسه مسكين، فكان يتحدث عن الجنة والنار وكذا، فكان يقول أنا اضربوا أخماسا في أسداس، أنا من أهل الجنة. يعني احسبها من حتبة، اضرب أخماسا في أسداس، أنا من أهل الجنة. ليش؟ لأنه إيش؟ نظر إلى إيش؟ نظر إلى عمله. نوح عليه السلام في لحظة هدم كل شيء، 1000 سنة إلا 50 عام كله هدمه كله. قال ربي وإلا تغفر لي وترحمني، تعلق بهاتين، تغفر لي وترحمني، بس. هكذا يكون داعي إلى الله عز وجل، الداعية إلى الله هكذا يكون مرهف الحس في علاقتي مع الله عز وجل، أي أنه يا ربي أنا عبدك، أنا عبدك، نجاتي في رحمتك، نجاتي في غفرانك. وهكذا يكون العبد